ضيف اليوم ميران أحمد، فنان وإعلامي سوري لديه 10 سنوات خبرة في العمل الإعلامي والفني. نبزة صغيرة هي دائماً، نبزة هيك بسيطة بنزلقها هيك للضيف. وأنا هلأ أول شيء يعني بموقف صعب، لأنه دائماً بكون أنه أنا أخذ محلك بالعادة، فهلأ تبادلنا. فشفت أنه أي فرع أنا أكثر شيء بيناسبني، لأنه أنا كمان وقت دخلت الكيمياء كنت جايب مجموعة بحق لي أنه أدخل مجموعة من الهندسات، وكان كمان صعب أنه أدخل كيمياء. الكلمة أجمع أنه هنا صعب ومستحيل تجمع بين الصحافة والفن. هي فعلياً لأنه فيك تقول صعبة وسهلة بآن معنى، لأنه الأعلامي يمتلك أدوات مشابهة لأدوات الممثل يعني بالنهاية. شاف أنه في عندي صوت إذاعي أو يعني له وقع منيح، فقال لي شو رأيك أنه تسجل قصائد؟ حتى رفقاتي من وقت ما يعني اللي عاشروني بهذاك الوقت بيعرفوا انه كنت دائما متمرد على كل شيء موجود بالمجتمع، وهذا التمرد يظهر يعني انا راهقت مثل ما بقولوا، في ناس بتراهق بتدخن او بتعمل شغلات ما بتعرف شلون، انا كانت مراهقتي بالشكل. طولنا بالتدريبات فترة طويلة، كانت سنة تدريبات. اول مرة بتذكر انه قلت يسعد مساكن للجمهور، جاني قالب كيك انه خلص انت قلت يسعد مساكن، انه تمام الوضع. خلينا نكون واقعيين، بين قوسين الواسطة هي اللي بتحكي واسطة وغيرها، يعني في عندك كتير صعوبات، فبدك تكون ذكي جدا لتحتال وتتماشى انه انت تطلع من هي القصة. بعدين خالي قال لي فرجيني هويتك، فرجيته هويتي، قال لي طب مكسورة هي، وهي بالفعل كانت انه مكسوره وماني كسره اصابعا بس انه مكسوره. قال لي والله انه ايه يعني انه شو انه تطلع انت واخويتك مكسوره، فلا خليك سو فورت على ايوه تماما. تعرف انت كانت بهذاك الوقت كان الوضع كتير صعب، يعني انه تسافر او تتنقل وهويتك هيك، وانه طب انت عندك تمارين كتير قاسيه بالتمثيل وعندك شغل طويل وانت يعني كيف بتصوم؟ وهي يعني هذا في نوع للاسف الوسط اللي نحن عايشين فيه كنا بسوريا، الوسط الفني خليني اقول لك هو يعتبر نفسه حر ولكن يقصي هذا الجانب من الشخصيه لبعض الاشخاص. حاليا صار في عنا اسلاموفوبيا، حاليا صار في عنا حتى توجه كتير غريب انه الكره للدين، يعني انت هلا قلت مثلا انت شخص متدين، انا متاكد انه في مليون بني ادم عامل بلوك، يعني حتى انا في عندي مشاكل كتير مع هدول الاشخاص، انه انا معلش انت في عندك احكام وعندك اخلاقيات، يا اخي ايات الاحكام في القران الكريم لا تتجاوز 110 ايات، البقايا من اصل كل هالايات عندك قصص واخلاقيات، وكيف بتهذب الشخص لحتى يصير انسان افضل. تمام. بيجي انت بمسك لي هي حلال حرام، بتصلي ما بتصلي كذا، يا أخي في روح للدين بالأصل. انتظروني بحلقة جديدة من برنامج نور شو مع صديقي و أنت أنا حبيبي نور، إن شاء الله قريبا. وطبعا هي الحلقة راح تكون يعني موجودة على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على قناة نور شو، فلا تنسوا تعملوا لها سبسكرايب، وايضا راح تنعرض على قناه اوكتو تي في النمساويه. تحياتي، سلام.